هاي، أنا اسمي رؤى شريف، وده مشروعي في بايثون ليفل 2. ده البروجكت بتاعي، وهو هيبقى عبارة عن لعبة مشهورة جدا، وهي لعبة طوبة ورقة مقص. من خلال بايثون هعمل اللعبة دي، وهدخله الكودز وهبرمج اللعبة دي، وفي الآخر هقدر ألعبها. في آخر الفيديو هوريكم ازاي ان انا هلعبها. ودلوقتي تعالوا يلا نشوف ازاي نعمل اللعبة وازاي ندخل الكودز. يلا بينا نبدأ. ماشي، اول حاجة نيم البروجكت اسمه روك وبيبر وسيزرز، اللي هو طوبة ورقة مقص. تمام. بعد كده اول كود هتبقى اسمها from random import import random بعد كده هعمل ماشي from random import random. الكود ده معناه ان انا بخليه يختار random او اخليه يلعب معايا random. يعني import دي هي عبارة عن المكتبة اللي احنا بنجيب منها، او المهندسين عموما اللي بيبرمجوا اللعبة دي او كده بيحطوا بياناتها في المكتبة اسمها import. import دي بقى عشان استدعيها عشان اعرف العب اللعبة. تمام. وراندنت دي برضو يعني عشان يعني يختار راندوم وكده. تمام. بعد كده هعمل هاش create a list of play options. هكتب هنا create ثانية create a list of play options. تمام. دلوقتي انا عرفته يعني ان انا هعمل دلوقتي ليست بقواعد الجيم او كده، بقواعد اللعبة يعني، وهدخله الحاجات اللي هو يلعب بيها معايا. تمام. الليست دي هسميها وليكن مثلا جيم، او نقدر نسميها اي اسم. ممكن اسميها تي مثلا، اي حرف واي اسم equal. وهفتح براكت البراكتس بتاعت الليست اللي هما البراكتس دي. تمام. بعد كده هدخله الحاجات اللي هيلعبها معايا او كده، وهي روك و كوما. بعد كده بيبر. تمام. بعد كده كوما سيزرز. تمام. طبعا لازم دول عشان string، نوع يعني ال value ده string، فلازم طبعا يكونوا ما بين double quotations عشان ما يديليش error او كده. تمام. بعد كده بعد كده هعمل له هاش برضو، وهقول له assign a random play to the computer. يعني أخلي الكمبيوتر يعني يختار random وكده. تمام. assign a assign random a random play to ده كمبيوتر. تمام.
تمام. انا الكود اللي بحطه في اوله هاش ده البرنامج مش بيقراه، بس انا ببقى بعرفه يعني انا هعمل ايه، او بعرف عموما البلاير اللي هو هعمل ايه وكده، قصدي البروجرامر بيعرف الكمبيوتر نفسه هيعمل ايه. بعد كده هكتب كمبيوتر value بكمبيوتر مثلا، وهنا بقى عشان يختار random وكده تمام، هكتب الليست اللي انا عاوزاه يختار منها، وانا كنت مسميه الليست بتي، فهكتب هنا حرف اللي هو تي تمام. وبعد كده هفتح قوسين الليست، هفتح قوسين الليست وهعمل randomt اللي هي الكلمة اللي فوق دي randomt، وبعد كده وبعد ما هكتب randomt هكتب له بقى هو هكتب له يعني هو كام، انا حاطه كام value، او حاطه كام مدخله كام لعبه اللي هو روك وبيبر وسيزرز تمام، فهعدهم له. وهنا بقى هنستخدم القوسين العاديين دول وهنكتب جواهم اعدادهم. تمام. دلوقتي في حاجه ان هنا الاعداد احنا مش بنعد يعني مش بنعد هنا 1 2 3، لا بنعد من بدايه 0، بنبدا من الاول 0، فدي 0 1 2 يعني هيعتبر هنا ان هو من الزيرو للتو، فهنعمل 0 كوما و2 تمام عشان يلعب معايا بالتلاتة دول او يختار راندوم من التلاتة دول. بعد كده هدوس انتر. بعد كده هعمل set player to false، وهعمل هاش في الاول برضو عشان اعرفه يعني ان انا بخلي البلاير بقى اللي هو اليوزر يعني اخليه فولس الاول، بعد كده عشان بعد كده هنغيره يعني set player to false تمام، set player to false، هدوس انتر. هنا بقى هستخدم value اسمها بولين value، او الكود ده اسمه بولين value. الكود ده بيبقى مثلا هكتب player اللي هو تمام equal، بيبقى بيتكون من يا اما true يا اما false، ولازم ال t او ال f تكون capital عشان ما يديش error، ما يديش يعني error ليا، فانا اعمل false عشان عاملاه فولس اصلا فولس. تمام. بعد كده هنزل بقى هبدأ هنا بحاجة اسمها وايل لوب تمام. تمام هعمل وايل بلاير ايكوال فولس بلاير اهي equal equal false لازم تبقى capital برضو تمام. بعد كده هعمل نقطتين فوق بعض عشان ال while loop وال if condition وأي يعني ال conditions عموما لازم أعمل في آخر جملتهم نقطتين، ال while loop وال if condition وال for loop وكل الحاجات دي. بعد كده هعمل المرة دي بقى هغيره لترو set player to true